السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معانا مجموعة من الأخبار الهامة وإحصائية فيروس كورونا لهذا اليوم والزلزال الذي حصل في مدينة إسطنبول. طبعا راح نقوم بذكر جميع التفاصيل والأخبار التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركي لهذا اليوم إن شاء الله. بس قبل ما نبلش الفيديو أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تصلكم كل جديد إن شاء الله. خلينا ننتقل إلى الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالبداية نقوم بالانتقال إلى الزلزال شعر به أهالي إسطنبول، زلزال بقوة 4.2 ريختر بضرب منطقة مرمرة في تركيا شعر به سكان عدة ولايات وعلى رأسها مدينة إسطنبول. نسأل الله تعالى السلامة للجميع. طبعا والي إسطنبول لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية إلى هذه اللحظة نتيجة الزلزال الذي أصاب منطقة مرمرة وشعر به سكان إسطنبول الساعة 4:38 عصرا. ونقوم بالانتقال إلى الخبر اللي بعده، هو بتعليمات من الرئيس أردوغان التكفل بقيمة أجهزة السمع التي ستوضع للطفلتين السوريتين فاطمة وسارة من طبعا من عائلة طبعا في ولاية كوجلي بعد نجاح الاختبارات التي تثبت إمكانية السمع مع هذه الأجهزة. ونقوم بانتقال الخبر الذي بعده، هو نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن استكشاف الغاز في حقل السقارة بالبحر الأسود سيلبي 30% من احتياجات السوق المحلية. ونقوم بانتقال إلى الخبر الذي بعده، وهو صحيفة طبعا خبر لا نشرت فيديو لرجل يدعى يحيى سيد أحمد توفي وهو يقرأ القرآن الكريم. اللهم نسألك حسن الخاتمة إن شاء الله، والوفاة بتاريخ 21/9/2020. طبعا الفيديو راح أخليكم إياه رابطه أسفل الوصف يعني على صفحة رسمية على قناتنا الفيسبوك. ونقوم بانتقال إلى أيضا الخبر طبعا مهم جدا تصحيحا لما شاع بالأمس فيما يتعلق بخبر إضافة خيار على الجنسية الاستثنائية على رابط طبعا تحديث البيانات، فإنه بحسب اللجنة السورية التركية الخيار هذا ليس للتقديم على طلب الحصول على الجنسية الاستثنائية للمرة الأولى، وإنما للأشخاص الذين قد تم استدعائهم سابقا للجنسية من أجل استكمال أوراقهم. يعني هذا ما بيش تقدم يعني شيء يعني على الجنسية التركية من خلال الرابط هذا، أما للقادمين اللي مقدمين بس يقدرون مشان تحديث أو من هذه الأمور. ونقوم بالانتقال إلى الخبر الأخير وهو إحصائية فيروس كورونا لهذا اليوم، حيث بلغت 1721 إصابة وبلغ عدد المتوفي من الفيروس 74 حالة وفاة إن لله وإنا راجعون، وبلغ عدد المتعافي من الفيروس 1241 حالة شفاء ولله الحمد. طبعا هاي بالنسبة للأخبار التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية لهذا اليوم. وأي سؤال أو أي استفسار حطوني بالتعليقات وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.